خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفات وأفكار عبلة قدم لكم بانكيك سريع تحضير، مكونات سهلة، كيجي لذيذ وخفيف. كيف ما ديما ما تنساوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. بسم الله على بركة الله. المكونات كندير بيضة وحدة، عندي واحد علبة صغيرة ديال دانون، هي باش كندير نعبر الزيت، ونفس العلبة كنعبر بها سكر سنيدة، كنضيف واحد الشاصي ديال الفاني، قبيصة ديال الملحة. كنخلط هاد المكونات جيدا حتى كنحصلوا على خليط متجانس، وحبيبات ديال السكر كيدوبوا كيبقاوش مازال يبانوا. من بعد كنضيف كاس عبارة كاس عنبه ديال الدقيق، واحد الشاصي ديال خميره حمراء الوزن ديال 8 غرام. كنخلط هاد المكونات حتى كيندمجوا عندي، كنحصل على خليط متجانس خفيف. هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا، كيجي خفيف وواقف. هاد البانكيك اسهل ما يكون، تجديه في 10 دقائق في رمشة عين. كما كتشاهدوا عندي طاوة ديال 7 وجوه، كندهنها بقليل ديال الزبدة، كنفرغ فيها الخليط ديالي من الاعلى بواسطة ملعقة. ما كنعمرهمش بزاف لحقاش الا عمرناهم كيفيضوا، كيبداو كيتخو عندنا في الجوانب. كنديرو قياس معلقة كبيرة فقط، راه كافية، كتكون العافية مهيلة. كنخليو الخليط ديالنا حتى كينضج وكيوليو كيولي الشكل ديالو على شكل ثقوب، وكيبان لينا محمر في الجوانب. عاد كنبداو ملي كيتحمر في الجوانب كنبداو كنقلبوه. هذا هو الشكل ديالو ملي كيتحمر، كيجي خفيف. هاد البانكيك سهل بزاف. انا هاد المكونات حصلت على 14 قطعة، هي الدفعة الثانية كنطيبها، طيبت 14 الاولى وحيدتها، 7 الاولى عفوا وحيدتها، ودابا ضفت 7 الثانية. المهم مكونات بسيطة كنحصلوا على 14 قطعة.
وتزين حسب الاختيار، كل واحد وتزين اللي بغا. انا غادي ناخدهم، غادي ندير لهم شويه ديال المربى من الاعلى. هنايا اللقطه ما صورتهاش، ما بانتش ليا. كناخد قطع ديال الشوكولات، عندي الابيض وعندي الاسود، وغادي ناخد نحكهم في الاعلى. تزيين كما قلت لكم بلا ما ديروا الشوكولات اللي درت انا، يمكن ديروا تدهنوا غير بالمربى وديروا كوك او ديروا كاوكاو او ديروا اللوز او تقدموهم غير هكاك. يمكن ديروا خطوط ديال الشوكولاتة من الاعلى ابيض واسود. المهم تفنوا نتوما في اي حاجه بغيتوا تزينوا بها هذا البانكيك ديالكم. المهم النتيجه ديالته كتجي رائعه، كيحبوه الاطفال ديالنا، كيبغيوه الناس الكبار، كيجي رطب وخفيف ومكونات راه بسيطه. دابا راه ملي حكيت الشوكولاتة الاسود من الاعلى، كناخد كإضافة أخرى الشوكولاتة الأبيض وكنزيدو من الأعلى حتى هو غير باش يعطيني واحد اللون زوين. الشوكولاتة الأسود والبيضاء إلى تخلطو، فهنايا كناخد الصوص ديال الفراولة. رفيت شاركتو معاكم، كان الرابط ديالو في القناة. أنا كان وجدت كمية كثيرة من الصوص وكنديرها عندي في المجمد، الوقت اللي بغيتو كناخدو. كندير خطوط من الصوص من الاعلى وكنقدمو لكم بالصحة والراحة. خليك ليلي يا بزالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي بالروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ولو بالعكس انا اشتاني في الرسالة، كيف تقلب لحدنا شوف حالي انا. ولو ضفتي خاف عليا وبلوم مشتوم،